يقول: وهل يكون شرك النية والقصد شركا أكبر مخرجا من الملة؟ شركا أصغر، ليس شركا أكبر، شرك أصغر، إلا إذا صار مثل المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. إذا صار مثل رياء المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فالرياء الذي ليس معه إيمان هذا هو رياء المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. أما الرياء الذي معه إيمان فهذا شرك أصغر يحصل من المؤمن هذا. نعم.